هذه القضية هذه ديال المحروقات متعلقة بإشكال، إشكال اللي مرتبط بواحد القرار سياسي اللي اتخذوا اللي اتخذته الحكومة اللي كنت كنترأسها نتينو لا. وهو هذه الحقيقة أن هذا القرار السياسي جاء بمبادرة مني أنا شخصيا وموافقة الحكومة بطبيعة الحال، اللي هو التحرير ديال الثمن ديال المحروقات. هذا التحرير الذي أدينا عليه الثمن خلال سنوات طويلة ظلما وعدوانا من قبل جهات مغرضة إن لم تكن يعني مكلفة بهذا، باش يقولوا السي عبد الإله زاد على الناس إلى آخره، كما تعلمون أنه يمكن في أقصى الدرجات اللي كان اللي في الوقت ديالي ربما البترول ليسونس ما كانش كيوصل ال 10 ولا 11 ولا 12 ولا 13 درهم، والمازوت كان ما تيوصلش 9 درهم، وانا ملي مشيت كان المازوت كيتباع 7 درهم الا كنت باقي كنتذكر، وليسونس كان كيتباع ب 9 ولا 10 ديال الدراهم. اول مره كنتذكر في الوقت ديالي هبط ليسونس على 10 ديال الدراهم. طيب دابا الحمد لله جا السي عزيز اخنوش، وقبل منه جا السي عزيز اخنوش وقبل منه السي القجع ولا من بعد منه ما عرفتش، تيقولوا واخا كان خاصهم يقولوا غير يديروا غير شويه ديال الصواب، يقولوا تنشكروا الحكومه ديال السي بن كيران اللي دارت هاد 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 التحرير ديال المحروقات، والا كون رحنا دابا الميزانيه ديالنا متقوبه. هاد الميزانيه ديالنا متقوبه قالوها، قالوا كون ماشي كون كانت يعني الى ردينا التحرير الى ردينا الدعم ديال المحروقات غادي تكون الميزانيه متقوبه. وقال لهم القجع قال لهم لو كان ما يكونش الدعم كون رحنا دابا ما كاينش الاستثمار وما كاينش الصحه وما كاينش التعليم. 87 مليار انت ولا لا، وكيتكلم على 87 مليار ديال الدرهم، والناس تيقولوا ربما غنحتاجوا 100 مليار ديال الدرهم اللي كنا هذه الدعم اللي كنا كنخلصوه شويه ديال الصواب. لو كان كان شويه ديال الصواب يقولوا الله يرحم السي عبد الإله بن كيران وخا باقي حي، راه ما كاين حتى مشكل، الا رحمني الله انا حي ما عندي حتى مشكل بكل فرح، فهمتيني ولا يعني. قال لك شي واحد كيدير شي عرض وقال لهم قال المصنف رحمه الله، ناض واحد قال له راه انا هو اللي كتب ذاك الكتاب انا باقي حي، قال لي واش كاين شي مصنف حي؟ فهي هذه ديالي انا دابا، هادو ما كيتسناو كي تنموت عاد يقولوا السي عبد الإله رحمه الله، وما تعرفت هذيك الساعات غتكون مزيانه فهمتي. فديك الساعات غيقول لك ما نقولوهاش لانه غادي تطلع الشعبيه ديالو بصفته ميتا. المهم هاد النكات كيفهمهم غير العدل والتنبيه، لا كيضحك غير السي بوان هو اللي كيضحك فهمتي. ف كان داروا شويه ديال الصواب وقالوا يا ودي الله يجزيهم بخير نتينا ولا اخوان ديال العدل والتنبيه هما اللي داروا التحرير. شنو وقع؟ اللي وقع هو انه كأي شيء طبيعي وبحال اللي وقع في التحرير ديال واحد العدد ديال المواد، منها الزيت ديال المائدة الولد الطابل اللي هي الزيت الرومية ديال المغاربة، ملي ترفع عليها الدعم نقص الثمن. علاش؟ لأنه كانت المنافسة. احنا بصراحة ما ظنيناش وما جاناش للبال وما كان ظنش كاين شي واحد يعني غادي يدير التحرير وكيتخيل أن الناس ما غاديش يديروا المنافسة، هذا زعما ما مستبعد. انا نقول لكم بكل صراحه انا هذا الشيء هذا ما جانيش حتى البال، ما تخيلتش انه ما غتكونش المنافسه. فاللي وقع هو انه من بعد التحرير يبدو ما قدرناش نحكموا حنا، يبدو انه وقع نوع من التواطؤ بشكل او باخر بين المكونات الاساسيه ديال التوزيع ديال المحروقات في البلاد. احنا ماشي حررنا غير البترول وغير ليسونس والمازوت، حررنا الفيول وحررنا. كتسمعوني ياك نتوما؟ كتسمعوني صافي. فحررنا كل المحروقات ما عدا الغاز. الغاز هو مع الاسف هذا كنظن يعني الى حد الان راه باقي مطروح وما تنظنش غادي يعني. فيبدو انه الربح الرسمي ماشي الربح الحقيقي، الربح الرسمي اللي كان هو حوالي 60 سنتيم في اللتر من اللي خرجت انا من الحكومه، ربما الارباح اللي علنات عليها الشركات كان هو 2 دراهم ديال، بمعنى اخر ان
ان الحكومه يعني ان ان ان, أن الشركات ربحات واحد الارباح اضافيه مهوله. لا تنشوف الناس يقولوا مهوله ما عرفتش مهوله واش صحيحه ولا لا، هي مهوله فهمتي. لا فهاد تكلمت الصحافه والسي بوانو تراس واحد الجنة ديال تقصي الحقائق ياك، هذه مهمه استطلاعيه. انا راه عمري ما ضبطت هاد الاسماء، مهمه استطلاعيه اللي مشات كتبحث في هاد الشيء هذا من بعد الضجه اللي دارت، وتكلمت على 17 مليار ديال الدرهم. وصحيفه فرانكوفونيه محترمه خرجت حتى هي بعد ما دارت واحد الدراسه حقيقيه كتقول 17 مليار ديال الدرهم. وبالمناسبه المديره اللي شرفات على الجريده في ذاك الوقت ما تلاتش في ديك الجريده، ولات مشات في حالتها كاع اصلا. فحنايا تنقولوا شنو وقع لهاد 17 مليار ديال الدرهم؟ واش كاينه واش ما كايناش؟ واش ربح حقيقي؟ واش مستحق واش ماشي مستحق؟ ما نتكلمش على انه من بعد جا كلام على 38 مليار ديال الدرهم، ياك على 38 مليار ديال الدرهم. فحنايا كحزب سياسي هاد القضيه هذه ديال المحروقات بقات كتمشي وتجي، بقات كتمشي وتجي، ودوخات لنا واحد شويه الراس، ودوخات المغاربه كلهم الراس. ولكن كيظهر في السياسه انه الا تسنيتي واحد شويه الناس كينساو نيمبورت كو. لا ما تنساوش، حنا حزب سياسي يعني يشتغل في اطار المؤسسات لوياليست، يعني لا لوياليست هي وفي ربما لا خدام الدوله فهمتي ولا يعني تيشتغل في اطار القانون ملكي، باش نقولها للمره الالف بعد المئة او المئة بعد الالف، وغنبقى نقولها فهمتي ولا. ولكن كاين شي حوايج ما صالحين لناش في المغرب، وعلى كل حال حتى الا كانوا صلحوا شي وقت اللي كان فيه النزاع على المشروعيه ديال النظام ما بقى عندهم الان حتى شي معنى، الا اذا كان الاستفاده ديال بعض الجهات، وهذه الاستفاده غير مشروعه وغير معقوله وفي هذا الوقت بالخصوص، باش نكونوا زعما واضحين. ولهذا حنايا قلنا ارا نشوفوا هذا التقرير هذا اللي خرجت هذه الهيئه المحترمه، نشوفوا الخلاصات الاساسيه باش نتجنبوا في المستقبل هذا الشيء هذا ما يوقع شيء. فهمتيني ولا لا؟ يعني المبادره جات هكذا، تكلفوا الاخوان ديال 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 سميتو هادو المنتدى باش يوجدوا معرض في الموضوع. تكلف الاخ سيبوانو باعتباره هو اللي كان الرئيس، وباعتباره رئيس ديال 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 المجموعه النيابيه المحترمه فهمتيني ولا لا. وتكلف السي ادريس الازمي حفظه الله، وكما نسال الله ان يحفظكم جميعا ويحفظهم جميعا فهمتي ولا، باش يعمل واحد 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 الخلاصه ان شاء الله الرحمن الرحيم. فهذا هو السبب ديال الدعوه او ديال هذه الندوه هذه. وحزب العداله والتنميه ما عولش يوقف في هذه الندوه، عول يعني يقوم بالواجب في مختلف المراحل اللي جاي اللي حاضره واللي جايه ان شاء الله الرحمن الرحيم، لانه تنشعروا باللي الدور ديالنا ماشي هو ننجحوا في الانتخابات، وان كنا احنا بطبيعه الحال باغيين ننجحوا في الانتخابات المقبله، ولكن الانتخابات المقبله باقي بيننا وبينها خمس سنوات، ولكن واخا خمس سنوات راه الانتخابات ما كتوجد شيء عشيه الانتخابات، راه كتوجد من قبل. ف يعني بغينا المواطنين يهتموا، بغينا المواطنين يهتموا بالشأن ديالهم السياسي، ويبداو يعطيو أهمية للكلام اللي كيصدر في المؤسسات ديالهم ويفهموه، ولا كانت شي حاجة ماشي هذيك ينتقدوها ويحتجوا عليها لأنها ماشي هذيك. أما هذا النوع ديال الإنسان كي 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 ما كيديها حتى في شي حاجة وكينتظر ربما شي نهار تقرب الباش عاد ديك الساعة يعبر على الرأي ديالو، هذا بطبيعة الحال ماشي معقول. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. ايام 24 عيونكم التي لا تنام.